صباحكم فل لصباح الأجواء الجميلة من هذه الأجواء اللبنانية الأجواء الشامية. نصبح عليكم اليوم فطورنا في هذا المكان الحلو والمميز ميس الجبل. بعد النجاح الكبير 9 سنوات بسيهات، اليوم صار ميس الجبل موجود عندنا في الخطيب. يا سلام والأجواء الجميلة والشامية. صباح الخير يا شباب. صباح النور. طبعا المكان جاي دورين، دور ارضي ودور علوي، ويستقبلكم افراد ويستقبلكم عوائل. وهذا الدور العلوي، الله والاجواء. طبعا المطعم فاتح وجبة الفطور وفاتح وجبة العشاء، يوميا يستقبلكم من الساعة 5 الفجر. اهم شيء الخبز العربي كده فريش يا حبيبي، ومن التنور وعلى السفرة على طول. يا حركات، شوفوا يا جماعة كيف ماكينة الفلافل، سرعة ودقة ونظافة. وصلت الأطباق، الله، هذه كبدة بالحمص، وهنا عندنا القاسمية، وهنا حمص باللحم، يا سلام، وهنا فول بالحمص، يا سلام، وهذا الفول بالحمص. بدادة يا حبيبي، الله، وهذه من الأطباق المميزة عندهم القاسمية. طبعا هذا الطبق نادرا ما تلقونه في مكان ميس الجبل، ما شاء الله صار متخصص في هذا الطبق الحلو والجميل واللذيذ. يا سلام، ميس الجبل يا جماعة يتميز بأسعاره، يعني هذا البوكس حق الفطور، بوكس ميس الجبل يكفي حق 10 أشخاص. متخيلين هذا البوكس يا جماعة بكم؟ ب150 ريال، يعني فطور يكفي حق 10 أشخاص. يا جماعة البيتزا حقهم مرة مميزة. هذه عندكم بيتزا الخضار جاية بأطراف، ولو تلاحظون يا جماعة العجينة حقهم مرة رقيقة، وهذا اللي يميزهم. هذه المعجنات الصغيرة، شغل نواعم يا حبيبي. يا سلام، حتى طريقة التقديم حقهم مختلفة. وهنا حاطيننا عسل خارجي عشان احنا نتحكم حق اللبنة. القوارب الصغيرة خفيفة إضافة طبعا عندهم الفخارات. وصلت الفخاريات، وهذا فخار شامي بالخضار، وهذا من الفخاريات الجديدة عندهم، فخارية الكباب الهندي. طبعا عندهم أنواع كثيرة من الفخاريات، مصادر اللحوم والدجاج حقهم كلها محلية. متعودين بكل تغطية لازم نجيب خصم، وراح يكون في خصم 25% من اليوم إلين يوم الجمعة. بعد السنابة هذه راح أحط لكم بوست، اعملوا له كابتشر. وهذا موقعهم القطيف، شارع أحد، له شارع الهدلة كده، وانتوا جايين من إشارة البحاري وكده باتجاه إشارة بندة، وهو يصير على يدكم اليمين.